يا اهلا ومرحبا جميعا على قناتكم، قناة احدث صيحات الموضة العالمية والافكار والنصائح المفيدة والجيدة في الموضة على قناة اربي فاشن موديل. مع تقديم موديلات ونماذج فساتين صيفية وغيرها الكثير للمقاسات الكبيرة، وايضا نقدم نصائح وافكار جيدة في الموضة للحصول على اطلالة مناسبة وانيقة اكثر. أفكار ونصائح المعاطف الدينيم في شتاء 2022، فقد اعتدنا على رؤية الجواكيت الجينز أو الدينيم، ولا ننكر أنها تحدثنا عنها مرات كثيرة، ولكن اليوم نحن نذهب للمستوى التالي وهي المعاطف الدينيم. من الجيد أن نرى الماركات المصرية المحلية تطور من القطع التي نحبها مثل الجاكيت الدينيم وتصنع منه معاطف تدفئة هذا الشتاء 2022، أيضا كلاسيكي وربما تم التقليل من شأنه خلال الأعوام الماضية، لكن يبدو أنيقا وخالدا للغاية